للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور صابر شاكر، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان. دكتور صابر، إجراءات خاصة بحزمة من الحماية الاجتماعية أقرتها الدولة المصرية، دور هذه الحزمة من الحماية في مجابهة ما يلقى على المواطن المصري من أعباء نتيجة التحولات الاقتصادية العالمية وارتفاع التضخم؟ في الحقيقة طبعا الحماية الاجتماعية بتلعب دور كبير جدا ومن ضمن أولويات القيادة السياسية والحكومة المصرية، لأن الإجراءات الإصلاح الاقتصادي دايما بيبقى ليها تكلفة. هذه التكلفة في طبقات معينة اللي هي الطبقات محدودة الدخل، دي ما بتقدرش انها تصمد امام هذه التكلفة الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، لأن دايما الإصلاح الاقتصادي بيتضمن عملية تخفيض او ترشيد للدعم في إجراءات خاصة بمعدلات الأسعار وارتفاع التضخم. كل الآثار دي بيبقى فيه إجراءات من جانب الدولة أو الحكومة عن طريق توجيه سواء الدعم النقدي أو الدعم السلعي، فكانت مبادرة حياة كريمة وغيرها من المبادرات كان لازم بتستهدف هذه الأسر الأولى بالرعاية، لو احنا نطلق عليها المصطلح الأكثر دقة. هذه الأسر من ضمن حتى خطط الإصلاح الاقتصادي، لما جينا بنتفاوض مع صندوق النقد الدولي كان بيبقى فيه سؤال مهم جدا، ما هي الإجراءات التي سيتم اتخاذها للحفاظ على الفئة الأولى بالرعاية أو الطبقات محدودة الدخل من الآثار السلبية اللي بتحدث نتيجة للإصلاح الاقتصادي؟ فدي من ضمن الحاجات اللي دايما الحكومة بتستهدفها عن طريق المبادرات، لأن المبادرات أكثر فعالية وكفاءة في تحقيق الهدف. بيبقى عندنا قاعدة بيانات بالأسر والدرجة الخاصة للرعاية بتاعتها والدعم المقدم ليها، عشان نقدر نوفر لهم حياة كريمة زي ما البرنامج المسمى بتاعه موجود، نقدر نوفر له فرصة دخل قائم، نقدر نساعده شوية على عملية المعيشة. نعم، لكن أيضا سياسة المكاشفة والمصارحة فيما يخص الحالة الاقتصادية لمصر، والتي جاءت بالطبع في المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد مؤخرا، برأيك كيف يمكن أن تكون لهذه السياسة نوع من المشاركة في المسؤولية أيضا لتحمل الأعباء الاقتصادية المختلفة؟ الحقيقة يمكن كلمة فخامة الرئيس في اليوم الختامي وضحت كتير جدا من النقاط اللي ما كانش حد هيقرب منها، يعني دايما في مجموعة كده من الخطوط الحمراء ما كانش حد بيقدر يقرب منها أو ما بيحاولش يفتح الملفات دي. وضح نقاط كتير جدا من شأنها، مثلا إن ليه الدولة بيبقى ليها شركات أو الجيش بيبقى ليه شركات بتدخل في النشاط الاقتصادي، فكانت الإجابة بكل صراحة على الهواء مباشرة إن 67 مش هتتكرر تاني، لأن الجيش بيعتمد على الموارد المالية الخاصة بيه، وبالتالي بيبدأ إن هو يعمل أنشطة اقتصادية. فده كان لكل المواطن العادي بيوضح الأنشطة الاقتصادية اللي بيتم مرشدها من خلال الدولة. الوضع الاقتصادي أصبح على الهواء مباشرة، إحنا بنتكلم دي مواردنا ودي التزاماتنا ودي احتياجاتنا في الفترة القادمة. صحيح إن الأعباء كتيرة، لأن المشروعات اللي دخلت فيها الدولة هي مشروعات طويلة الأجل، وكل الإصلاح مرتبط بهذه المشروعات بيطلق عليها المشروعات الميجا بروجكتس، المشروعات الضخمة بتحتاج تمويل كبير جدا عشان أقدر أعمل بنية تحتية وبنية أساسية للاستثمار الخاص يقدر يخش فيها. أقل مشروع فيهم إحنا بنتكلم على حوالي أكتر من مليار دولار مثلا في المشروعات دي، فالقطاع الخاص بيقدر إن هو يخش بعد كده لما الدولة تمهد له البنية يقدر يخش في عملية تشغيل، وده اللي كان بيركز عليه في خامة الرئيس، إن أنا عملت لك كدولة عملت لك البنية الأساسية، عملت لك مشروعات كبيرة تتطلب استثمارات، ممكن القطاع الخاص بعد كده يقوم عملية الأوبريتنج والعملية التشغيل. فده كان نقطة مهمة جدا، بنوضح كل الأمور، عندنا التزامات، ولكن ثمار هذا الإصلاح يتوقف على الانتهاء، معدل الانتهاء من هذه المشروع. كل مشروع كبير بيخلص العائد بتاعه بيكون أكبر بكتير جدا من التكلفة والمصروفات اللي تم تحملها من جانب الاقتصاد. أشكرك جزيل الشكر الدكتور صابر شاكر، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان.